السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو اليوم كاينين جلبات خفاف ديال الصيف، جلبات بخدمه المعلم وبراندا، وكذلك بالتنبات جلبات زوينين رائعين كما كتشوفوا هنا معايا. فهنا توب كريب، هنا خدمه المعلم حاضره معنا، واللوين غزال كما كتشوفوا معايا، الالوان متناسقه. هنايا كما كتشوفوا معايا اللون الاخر وخدمه المعلم. هنايا كما كتشوفوا معايا كاين البساطه والجماليه وتناسق ديال الالوان اللي هي رائعه جدا. هنايا كما كتشوفوا معايا في الفيديو كيقربكم اكثر الجلابه وهي ملبوسه، كيقربكم اكثر الموديل ديال الجلابه كيف كيجي ملبوس. كما كتشوفوا معايا هنايا الالوان مختلفه متناسقه، كلها تقريبا هاد الجلبات كاملين بخدمه المعلم، فهي رائعه جدا، فهي فيها البساطه والجماليه ديال الصيف، فهي خفيفه يعني تقدر تلبسيها في الصيف. كلهم جميع الالوان فهي رائعه جدا وفيها واحد تناسق ديال الالوان، فهي كتبان بالبساطه ديالها كتبان رائعه جدا. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا عندنا زواق المعلم، وهنا كذلك بالعقيدات صغيورين في الصدر، وهنا كذلك هذا الموديل هذا فهو بسبق المعلم وبطرز مسوس في الكميمات كما كتشوفوا معايا هنايا، وحتى تناسق ديال الالوان فهو رائع جدا. هنايا كذلك هنايا جلبة كريب في صالة مخزنية كما كتشوفوا معايا، فعندنا تنبات في الكميمات فهي رائعة جدا. وفي هذا الموديل هذا البساطة ديالو هنايا بريزات فقط في الكميمات، وهنايا كذلك فهنايا جلابة كما كتشوفوا معايا فهي بزواق المعلم وبالعقيدات الستار، فهي رائعة كما كتشوفوا معايا، فهي كتجي رائعة في اللبسة ديالها. في الفيديو كيقربكم الأكثر الموديل هو ملبوس، فهنايا كذلك لوينات متناسقين، وهنايا صفيفة وخدمة المعلم وبصالة مخزنية في اللون رائع. في اللوينات هنايا تناسق ديال الألوان، وهنايا جلبة عادي فهي كتجي بصالة مخزنية توب كريب، فهو رائع جدا في اللون رائع جدا. هنايا الموديل هنايا في الفيديو هنايا كيقربكم الاكثر للموديل ديال الجلابه، هو كيف ملبوس كيف كتجي ملبوسه جلابه، كتشوفوا الموديل ديال الجلابه كيف كيجي هو ملبوس، فهو كيجي رائع. بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم زواق المعلم، فهاد الفيديو هذا في زواق المعلم حاضر فيه بقوه باختلافات ديالو، فهو رائع جدا. وهنايا كما كتشوفوا معايا كاين طرس هنايا بالصم وبالتنبات، فالجلابه هنايا كتعطينا واحد، فهنايا تناسق ديال الالوان كيعطي الجلابه واحد الجماليه. هنايا بالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا فهي في صاله مخزنيه وتوب كريب وبتنبات، فهي رائعه. في الفيديو كيقربكم الاكثر للجلابه وهي ملبوسه. وهنايا موديل اخر كما كتشوفوا معايا فهو بالخدمه المعلم، فهو رائع باللوينات مختلفين. فهاد الفيديو كيقربكم من اكثر الجلابات وهما ملبوسين باللوينات ديالهم بالراندا بالخدمه، كيقربكم من اكثر كيفاش تختاروا الجلابات ديالكم، فهي كلها رائعه. فهاد
بعد الموديل آخر فهو رائع جدا، فاللون رائع مفتوح يعني اللون ديال الصيف، والتناسق ديال الألوان وخفيف بزاف ديال الوينات في الصدر، ولكن كيجي واحد التناسق ديال الألوان اللي هو زوين بزاف. وفي هاد الجلبة هادي فهي رائعة، هي راقية، فهي كتجي كلاس في اللون ديالها سامبل، في الخدمة ديالها سامبل، فهي رائعة. وكذلك بالنسبة لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا فهي راندة حصيرة مع تنبات، وكذلك عندنا العقيدات في الصدر فهي رائعة. فهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا فاللون البنفسجي، فهو اللون الراقي. هنا كما كتشوفوا معايا الطريزات في الكميمات وخدمة المعلم فهي حاضرة في الصدر. صراحة كلهم جلبات فهم رائعين، فكنتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بالاشتراكات فهي اللي كتشجع القناة. وفي هذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا فهو تنبات والعقيدات في صدر في صالة مخزنية، في اللون المطارد هنايا فهو طاغي بزاف، فهو دارج في الموضة يعني موجود يعني دارج بزاف في الموضة. وهنا كما كتشوفوا معايا في الجلبة سامبل، وبالتنبات كذلك فهو سامبل يعني شي حاجة بسيطة ولكن رائعة. وهنا الجلبة كاملين يعني زوينين فهي رائعة جدا. الموديل هذا فهو كما كتشوفوا معايا فهو بالطرز المعلم وبعقيدات في الصدر، وكما كتشوفوا معايا فاللوينات رائعين، والثوب كذلك فهو رائع. في صالة عادية كاين الناس اللي كيبغيو في صالة عادية وكاين الناس اللي كيبغيو في صالة مخزنية، كل واحد شنو كيبغي. جميع هاد اللوينات هادو فهي راقية جدا. عندنا موديل آخر هو باللون الأزرق الملكي، هو كيجي رائع في اللبسة كيف كتشوفو معايا الخدمة فهي سامبل ولكن كتجي كلاس. عندنا هنا جلبات بالقميص ديالهم بالدونتيل فهي كتجي رائعة كذلك. فهاد الموديل آخر كما كتشوفوا معايا فهو كيجي بالطرز ديال المعلم بخدمة المعلم والعقيدات، فهو كذلك كيجي رائع. وعندنا موديل آخر تاهو كيجي معنا هنايا بالتنبات وبالفصالة المخزنية. كنتمنى يعجبكم الفيديو يا ربي، وان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال.